هل في ملاعب جاهزه لهذا النهائي يا احمد اكيد وطبعا في سؤال في ساذج في جدا في ملعب ولكن في ملعب انا بساله ملعب عشان كتير اوصل لحاجه اكيد في ملاعب كتير يعني بصراحه كابتن اسلام احنا هنا بنطالب بالعداله وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص في اي بطوله في بنشوف دوري ابطال اوروبا النهاية بيكون متحدد من قبل بدايه البطوله، م. سواء بقى مثلا حتى لو كان في ملعب برشلونه وبرشلونه وصلت نهائي خلاص الملعب متحدد من بدايه البطوله، م. لكن ما ينفعش ابدا ابدا ان فرقتين خلاص قربوا يعني شبه يعني بنسبه 50% اه النهائي هيبقى من بين النادي الاهلي والوداد واجي اقول ان النهاية في ملعب محمد الخامس، آه. ما ينفعش ابدا آه. الحاجه الثانيه ده غير مقبول تماما يعني بصراحه هيبقى من العار على الكاف ان هو يعمل حاجه زي كده قمه الظلم للنادي الاهلي أن يبقى فرقتين خلاص وصلوا نهائي وتقول لي النهائي في محمد الخامس، م. إزاي يعني؟ م. دي أول نقطة، النقطة الثانية بص على آخر ثلاث سنين من بعد المشكلة اللي حصلت في النهائي ما بين النادي الترجي ونادي الوداد، مباراة نهائي القرن اللي هي 2019 اللي كان في ملعب محمد الخامس كان من ضمن الترشيحات، قال لك إن الأول لو الأهلي والزمالك وصلوا النهائي هيبقى استاد القاهرة لو الرجاء والوداد وصلوا النهائي هيبقى استاد محمد الخامس م. لكن لو فريق مصري وفريق مغربي هنعمل قرعه ساعتها عملنا قرعه م. والقرعه طلعت استاد القاهره اذا كان مرشح ملعب محمد الخامس في سنه 2019 2020 كان محمد الخامس هو الملعب اللي بيستضيف النهائي ما بين م. مباراه الاهلي وكايزر تشيفز والوداد خرج من نص النهائي من ملعب كايزر تشيفز. السنه دي كمان بيتكرر نفس الامر كامل الاحترام للوداد وكامل الاحترام لجمهور المغرب كله لا ما لهاش علاقه ولكن زي ما دايما بنقول ولكن احنا بنطالب هنا بحقنا مبدا اعتقد ان هم برضو لو كانوا في موقفنا كانوا هيطالبوا بنفس لا الموضوع ولا آه. مغرب ولا وداد انا ما ماليش علاقه آه. لكن يعني انا بتكلم هما... على ان يجب ان يتم استبعاد كل ملاعب الاربع فرق طب احنا بنحترمهم جدا ولكن احنا من حقنا نطالب بحقنا يا جماعه ما ينفعش ان انا لا اكون بس انا مش شايف ان في اي حاجه تقول يعني أه. ما فيش اي اخبار جايه من المغرب ان لا كل واحد يقول وكل واحد أه. شايف حقه وبيمشي في اتجاهه بعيدا صح. عن المغرب وبعيدا عن مصر انت بتتكلم في كره قدم في النهايه صح. لكن حق ربنا المنطق وحق ربنا بيقول كده مفيش حاجه أه. تانية يعني أنا أنا في لم في أتخذ في قرار حتى الآن هي دايما المشكلة صح. قدامهم ثلاث حلول يا كابتن إسلام أول حل يا إما تلعبها في ملعب محايد وده الحل اللي هو المفروض يحصل إن أنت خلاص فرقة فرقتين قربوا يوصلوا تلعب ملعب محايد الحل الثاني اعمل مباراة ذهاب وإياب ما اعمل قرعة ما خلاص ما خلاص واعمل ماتش في, في خلاص القاهرة اعملها خلاص ما, ما خلاص هو طالما حطيتنا ما هو الكاف حط نفسه في ورطة قبل المباراه أحمد جاي تحدد يعني ملعب النهائي الاوبشن ده خلاص ده, ده انتهى ما بقاش في وقت خلاص, خلاص بدات بلوائح معينه فاعتقد ان هيبقى صعب ان انت تغير اللائحه وكمان الراجل عايز يسافر يحضر الشامبيونز ليج في اوروبا فدي دي يعني خلاص دي لكن صعب قوي يا كابتن اسلام انه يبقى النهائي في ملعب محمد الخامس يعني صعب ده هل ده برضو ده بتحط نفسك انا كده بزود الشك عندي اي حد طبيعي هيشك انت كده بتحط نفسك في الشبهات انا هل ده تعويض مثلا ليهم علي البطولة بتاعة 2019 انت بتحط النهائي 3 مرات 3 سنين و 4 سنين